يعني فوكس فيف عنده مشاكل ماليه بره الملعب، وعنده ازمات كتيره جدا بره الملعب، والكره الشهر من بعيد تعمل بند قدام وحلفايه وتخش، لا ايه النحس ده؟ ايه النحس الغير طبيعي ده؟ ما احنا عايزين نفهم برضه، يعني احنا قاعدين نتكلم عن المشاكل الماليه اللي بيعاني منها فوكس فيف، والازمات الماليه الكتير اللي الفرقه بتعاني منها، وقاعدين نتكلم عن المشاكل اللي مش قادر السيد نبيل الكوكي ان هو يواجهها في الفريق، وهي ان لا مؤاخذه اللعيبه دي ما بتاخدش فلوس، فما تطلبش منهم شغل فني، وما تطلبش منهم فنيات كبيره، وما تطلبش منهم اي حاجه، ليه؟ لان لعيب الكوره بيلعب لاجل الماده، ما فيش ماده يبقى بلاها منها. وانت عندك مشكله كبيره جدا ان انت في مجموعه فيها حريه وفيها امازولو، لو كسبت حريه وكسبت امازولو هتعرف ان انت هتصعد، هتلعب مع الرجاء على فكره اول وتاني المجموعه، بس هل انت فعلا جاي علشان خاطر تصعد ولا انت جاي تمثيل مشرف؟ كلام ممكن يزعل جمهور وفاق سطيف وممكن يزعل الاخوه الجزائريين، بس لو قعدت تفكر بالعقل كده ما ينفعش يا جماعه تقول لي ان في فرقه موجوده في دوري ابطال افريقيا صاعده للبطوله علشان خاطر هي احتلت مراكز متقدمه في الدوري بتاعها مش عارفه تجيب رقعه تيشرتات. يعني ده مثلا راعي لتيشيرت مانشستر يونايتد، ده مثلا بيدي فلوس لمانشستر يونايتد، ده مثلا راعي لمانشستر يونايتد بيديله فلوس، تيشيرت وفاكا ستيف ما عليهوش اعلانات خالص، ليه؟ لان هم مش مدعومين. ليه مش مدعومين؟ لان لا مؤاخذه يعني مش مهتمين بفكره الانديه المحليه دي، لان الانديه المحليه هتبقى انديه محترفه. ما عايزين ندخلوا نظام الاحتراف في الجزائر. طب تمام، الانديه الجماهيريه بقى لا على الله حكايتها بقى. طب مفيش دعم حكومي؟ لا دعم حكومي مالناش دعوه بالحاجات دي. طب ما انت كده في انديه تتظلم، مش قادرين يجيبوا السوق. طب امال انت عايز الناس دي تروح تكسب امازولو هناك في جنوب افريقيا؟ لا، ما هي فرقه قليله امازولو دي. مين اللي قال لك ان فرقه قليله والكلام ده؟ الافارقه بقوا بيستثمروا جامد في كره القدم، انت اللي فاهم غلط بس مش اكتر من الفكره اللي انت محطوط لك على الافارقه من زمان، ان هو الافارقه سان داونز، ليه؟ عشان عندهم مستثمر، ما هو اعتقد ان المستثمر بتاع سان داونز هيخلي مستثمرين يروحوا امازولو ومستثمرين كتير يفكروا يستثمروا في الكوره في جنوب افريقيا، انما احنا عندنا حتى الفرق الشعبيه بنموتها علشان خاطر الماديات ما بقتش موجوده، فمعنى ان الماديات مش موجوده ان هم هيستعانوا بلعيبه قليله. عن اللعيبه اللي جودتهم عاليه، لان اللعيبه اللي جودته عاليه يا هيروح يحترف في دوري اوروبي يا هيروح يلعب في فريق معاه فلوس. انت دلوقتي فرقه عندها جوده لعيبه نوعا ما متوسطه مع مدير فني متوسط مع جمهور اماله وطموحاته بقت متوسطه، فانت داخل دوري ابطال افريقيا بالصلاه على النبي جوه المتوسطين، وعندك خزينه نادي بسم الله ما شاء الله الفران مع عشعشه فيها. طيب امال انت عايز ايه؟ عايز تكسب مزوره يعني في جنوب افريقيا؟ طب وبعد ما تكسب وبعد ما يجيلك فلوس الصعود هتعمل ايه؟ هل الفرقه فعلا داخله على ان هي تنافس وتروح لابعد مكان في دوري ابطال افريقيا؟ ما اعتقدش. الفرقه اهم حاجه بالنسبه لها ماتش عدى خلاص، خير الماتش اللي بعده. هو ده بقى الواضح بالنسبه لاي حد بيتفرج على صوره فاكر ستيف من بعيد، ان دي فرقه عندها مشاكل ماليه، دي فرقه عندها مشاكل ماديات، دي فرقه اللعيبه ما عندهاش روح ولا حماس تلعب علشان خاطر عندهم ازمه في الماديات، دي فرقه اقرب لنادي الزمالك عندنا في مصر سعادتك، فالدنيا بالنسبه للعيبه فاكر ستيف صعب ان انا اطلب منه اقول لك العب بروح والعب بحميه والعب بعزيمه وطلع الجرينتا اللي جواك، وهو ما بياخدش فلوس. ده غير كل ده شوط الشط من بعيد قوي وتعمل بند في الست ياردة قدام الحارس اللي هو اساسا وزنه زايد وتجري حاله في الزاويه البعيده، اللي هو ايه يا عمي الباكج الغريب اللي جاي معاك ده بالظبط؟ سبحان الله، يعني حاجات غير طبيعيه وغير منطقيه. الواحد بيزعل على فكره المشجعين بتوع الانديه الشعبيه، لان للاسف الشديد الانديه الشعبيه ابتدت تندثر عندنا في الوطن العربي. سعادتك احنا عندنا الاسماعيلي في مصر، لو تسمع الاسماعيلي بينافس على هبوط حاليا في الدوري المصري، فانت بتتكلم بسم الله ما شاء الله ان قصه الانديه الشعبيه اللي ما عندهاش دعم من الحكومات او عندها دعم من مستثمرين بقت خلاص الدنيا بالنسبه لها ضايعه. ففكره وفاق ستيف ان هو يبقى صعبان عليا، ما انا عندي الاسماعيلي هنا في مصر نفس التجربه تيبيكال بالظبط سعادتك، هي نفس التجربه، مفيش فلوس في النادي، مفيش فلوس انك تروح تجيب لعيبه، مفيش فلوس انك تروح تجيب مدرب، فبالتالي الجمهور مبقاش عنده اي مانع ان الطموحات تفضل تنزل تنزل تنزل. وفاق ستيف ماشي رابع في الدوري الجزائري، وفاق ستيف في دوري ابطال افريقيا، بس صدقني هي نفس المرحله، مرحله نوماديات، والنوماديات بتعمل لك مشاكل كتير. فمشاكلك كتيرة دي نتمنى ان احنا نلاقي فيه حلول موجودة، حلول موجودة بالنسبة للاتحادات المحلية. انتوا عايزين ايه من الاندية المحلية؟ عايزين من الاندية المحلية الاكاديميات تشتغل
وتروح تودي لعيبه يحترفوا تمام. ما تقوليش بقى الفرقه دي تروح تاخد دوري ابطال افريقيا، ما تقوليش الفرقه دي تاخد كاس الاتحاد الافريقي، هم تمثيل مشرف، وقول للجمهور ان هو تمثيل مشرف بس. طالما انت خليتها كلها تمثيل مشرف، قول لي كلها تمثيل مشرف، خلي الناس من الاخر تبقى عارفه هي جايه تعمل ايه وجايه تتفرج على ايه. ده بالظبط اللي الواحد بدا يفهمه من الفكره على وفاكر صيف عليها. انت لو شايف فكره تانية او لو الصوره دي ما وصلتليش، فارجوك وصلني الفكره اللي انت شايفها كمشجع لفاكر صيف، او حد شايف الصوره من بتاعه فاكر صيف من قريب، لان انا من بعيد شايف ان صوره فاكر صيف هي صوره طبق اصلا من صوره الاسماعيلي المصري عندنا، ومن صوره المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري. انديه جماعه، انديه جماهيريه عندها قاعده عريضه من الجمهور، بس ما عندهاش قاعده عريضه من الماديات، والماديات للاسف بتحكم على كره القدم. فالدنيا بالنسبه لفوكس تيف دايره، اتمنى ان فوكس تيف يعرف يصعد في المجموعه دي، اتمنى النتائج تخدم فوكس تيف، اتمنى الاقي فوكس تيف والرجاء موجودين في الدور القادم. يمكن وجود فوكس تيف في الدور القادم مع شويه ماديات يبدا يحل الازمات اللي موجوده في الفريق، ولاني لا اتوقع الكلام ده، بس اتمنى. ونتمنى برضه لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ما عجبكش فده رايي يا برو على المباراه. المباراه كلها بتقول ان اللعيبه دي لا روح ولا حماس ولا حتى حظ موجود عندهم، فالله يكون في عون مشجعين فوكس تيف بصراحه.